هناك أعمال شغب في المدرجات، وكنشاهدوا أنه الجماهير اللي كتجتاح الملعب أكيد أن الأمور ستعود. إذا جماهير فريق الجيش الملكي طبيعة الحال المقابلة، سنرى قرار الحكم السيد مشعيب الحرش. أكيد أنه مثل هذا الملعب من الصعوبة في بعض الأحيان أنه المهام ديال رجال الأمن كتكون صعيبة في مثل هذه المقابلات اللي كيكون الجمهور حاضر كثير، ولكن كنلاحظوا أنه المسؤولين على أمن هذه المقابلة الآن كيحاولوا قدر الإمكان إخراج الجمهور اللي حاضر في هذه المواجهة.